call you. مش كنت عايز تتجوزي دكتور؟ أدينا هو يا ستي سبت الهندسة والمقاولات ومش هخليك دكتور. ومين قال لك إن أنا عايزة أتجوز دكتور؟ أنت اللي كنت قلتي لي، خبطتها لي في وشي كده أول ما اتقابلنا. كرهتيني في الهندسة يا شيخ. وأنت ما بتنساش حاجة أبداً؟ لا بنسى. النسيان نعمة. تخيل لو ما بننساش أي حاجة. هنفضل زعلانين من بعض من حاجات تافهة. أو هنفضل زعلانين على الناس اللي ماتت. مش هنقدر نعيش حياتنا كبني آدمين. بس برضه في حاجات ما بتتنسيش. زي إيه؟ زي أول حب. زي أول لمسة. زي أول مرة حد يقول لك بحبك. بس برضك القاسية وحشة. هي دي ما ينفعش ننسوها. اللي باعك ورماك وداس عليك بالجزمة. ما ينفعش نسامحه. لازم تاخد حقك منه تالت ومتلت. اللي وجعك وجعه. أي انت اللي بتقولي كده؟ ما نقولوش كده ليه؟ انت اصلك ما تعرفش اني شفت ايه في دنيتي. انا عمر كان بيحكي لي، حكى لي انت مريتي بيه الفتره اللي فاتت، وانا كمان هنحكوا لك. هاخد الدواء واخف وارجع احسن من منار اللي كنت تعرفها. اني اصلي خلاص. بنت الاسكندرانيه اللي لابساني دي كرهتها. هي مين صحيح منار البنت الاسكندرانيه دي؟ يعني تعرفيها منين؟ وايه اللي يخليكي كل شويه تروحي لها كده؟ هو مش عمر قال لك؟ بنت غلبانه من كسرة، الدنيا مرجحتها بزيادة. الله يرحمها. هي ماتت؟ رمت روحها قدام القطر. أصلها كانت متجوزة راجل ألعبان ديلو نجس، وأبوه مش طلع عندها أب، كان تاجر مخدرات ومات في السجن. بيتها ولدها ما استحملتش، ضعيفة كمان، كانت بتتعالج. وما تسألنيش كانت بتتعالج من ايه، عشان هي ما قالتليش، مش هنعرفوا نجاوبه.